أخي الجزائري، أختي الجزائرية، ما يخفلكمش أن الإعلام يلعب دور كبير في صناعة الرأي، وفيه من يعتبره باللي سلطة من السلطات. ما يخفلكمش أن الحرب اللي الآن تدور في كثير من البلدان هي بالدرجة الأولى حرب إعلامية. أغلبكم يعرف بأن أي مشروع إعلامي يتطلب أموال طائلة ويحتاج إلى وسائل وإلى رجال نزهاء حتى ينقلوا الصورة الحقيقية، وإلى إرادة وإلى دراية وإلى خبرة إلى غير ذلك. كلكم يعرف وسائل الإعلام المختلفة في الجزائر وفي الخارج، والتوجهات نتاعها والناس اللي وراءها وأهدافها أيضا. منكم من يحلم أو يتمنى أن تكون وسيلة إعلامية تلبي الرغبات نتاعه، حابين تلقاو قناة تتحدث بصوت المواطن الموجوع، المواطن المحقور المهمش، وما تستغلش القضية نتاعه. تبحثوا على قناة تتحدث بصوت الشرفاء والنزهاء والمخلصين، وتعطي الفرصة للكفاءات وللإطارات والعقول. حابين توجدوا قناة اللي تعطي لكم المعلومات الصحيحة وتحدثكم عن التاريخ الصحيح، مش قناة اللي تصنع من الحركة مجاهدين ومن اللقطاء أئمة وعاظ ومن النصابين ومن المحتلين المحللين سياسيين. حابين قناة اطلعكم بواش حدث من أهوال في الجزائر، وشكون المتسبب الحقيقي في الكوارث المختلفة. وحابين هذه القناة تكون منبر حر تساهم في الوعي وتساهم في الدفاع عن الجزائر اللي تحلموا بها. حابين قناة تزرع البسمة وتعيد الأمل للشباب، وتتفهم حالة العوانس وحالة المرضى، وتفهم الكبير والصغير، تفهم البطال وتنصف الغني. قناة اللي تدافع عن العامل وتدافع عن الصالح العام باختصار. وحابين تسمعوا الخطاب الديني الموزون اللي يدعو للأخوة والتسامح، وتسمعوا الفن الملتزم والرياضة النقية والخطابات السياسية مش التبراح. وحابين 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 ما يخفلكمش باللي أي قناة وراءها ناس يمولوا فيها، وبالتالي هم اللي يتحكموا في خطها. وإذا حبيتوا قناة بالأوصاف اللي تحوسوا عليها، ما عليكم إلا المشاركة في قناة المصالحة اللي هي منكم وإليكم. ساهموا فيها من اليوم الأول بالدعم المالي والمعنوي، وكونوا في الصفوف الأمامية لتجسيد هذا المشروع الإعلامي اللي يلبي الرغبات نتاعكم.